شك أن جهد الآباء وتعب الأمهات كان وراء إيناء هذه الثمرة، ولا شك أن أبناءنا أهل لأن يصونوا ويتوجوا هذا التعب بالوفاء له، أن يترجموا هذه الرؤية والرسالة والأهداف كما هي أهل لها، أن يكونوا أطباء بحجم حلم العراق الجريح. والله ما لها وصف، لا لها وصف، ودي اللي هيك طير وطير بالطير بالسماء. والحمد لله والشكر، واشكر الجامعة جهودها ما قصروا ويانا، والحمد لله والشكر، احمد الله ليل ونهار الحمد لله. اول وحدة اتقدم بالشكر والتقدير لمن كل من ساهم في بناء وتأسيس هذه الجامعة الطيبة، واقدم شكري وتقديري للسيد عميد الكلية وللأساتذة العاملين في هذه الكلية ولجميع من يعمل فيها، ان شاء الله فيهم البركة لانه تخرجوا على يد أساتذة طيبين حسب معلوماتي عندي، حسب ما سولفوا لي ولدي، وإن شاء الله بهم البركة. هذا يجري من أجل عراق النبلاء، أجل عراق النبلاء. طبعاً أنا بهذا اليوم سعيد لجهود ابني قدمها لنا، ولأشكر الجامعة قدمت لنا هذه الأساتذة. الحقيقة 6 سنوات جهد طبعاً، ونشكرهم الجامعة يعني هاي الفترة كلها احنا مطمنين عليهم هنا، وهم طلعت دراستهم ان شاء الله ناجحة. هو اليوم اسعد يوم عندهم، هم تخرجوا، بس هو بعد يعني لازم يطور روحه، شلون يصير طبيب اختصاصي، شلون راح يخدم، لازم هاي الفترة بعد هو يطور روحه. الحمد لله والشكر اللي الله وفقنا ووفق ابني اللي وصلت لهذا اليوم بمجهوده ومجهود الأساتذة اللي هنا، فالشكر لله، الفرحة لا تنوصف يعني، الحمد لله رب العالمين، والله يديمها إن شاء الله. الحمد لله، ألف الحمد لله والشكر. إن كنت هواي خايفة من أول سنة اللي دخل هاي الجامعة، كنت خايفة أن الله ما يوفقني اللي أوصل لهذا اليوم، بس الحمد لله والشكر بركة الله وأهل البيت والأساتذة اللي هنا ما قصروا وبمجهودة، الحمد لله رب العالمين، ألف الحمد لله والشكر. عادتنا النصر وصولتنا حبر الأقلام. حقيقة فرحة لا توصف بالنظر لتخرج أحد أبنائي اللي هو الابن الأخير عندي. الجامعة حقاً تربية وتعليم، كانوا الأساتذة يعني يمنحون الطالب التربية والتعليم الصحيح، وأنا أهدي تخرج ابني إلى بلد العراق وإلى شهداء العراق وإلى صاحب الزمان. وكذلك أتشكر من الأئمة الإمامين، الإمام العميد عليه السلام والعباس أبو فاضل، وكذلك الإمام الحسين الشهيد الذي توكلنا على الله أولا وعليهم بدخوله إلى هذه الجامعة، والحمد لله اتخرج وإحنا بصيانتهم وحفظهم، حفظهم حفظ الله أولا وحفظهم. من فجر إرادتنا تشرق شمس الأيام. أنا كأب أشعر فرحة كبيرة الحقيقة بالنسبة لتخرج بنتي، وأيضاً تخرج بناتنا وأبنائنا الطلبة في هذه الدورة. وجامعة العميد الحقيقة جامعة مفخرة وذات وزن وقيمة علمية عالية بين الجامعات العراقية، ونتمنى لها كل التوفيق في تخرج دورات جديدة مهمة، وترفد المؤسسات الصحية بكوادر مهمة تعالج أبنائنا وبناتنا وشيوخنا وأبنائنا وآبائنا. الحقيقة احنا مصريين طبعاً تخرج أبنائنا جميعاً، يعني سواء ابنه والأبناء الباقين، هم أبناء هذا البلد، أبناء هاي المحافظات الطيبة، أبناء الحسين لأنهم أبناء بفضل العباس خرجوا من الجامعات الدينية، هم الحقيقة المستوى الدراسي كان لهم جيد في هذه الجامعة، وإحنا فخورين بهذا الشيء. أتمنى لهم الموفقية بحياتهم والإخلاص في العمل. الحقيقة الطبيب لما يتخرج هدفه أن يؤدي ما بوسعه لخدمة هذا المجتمع، خدمة الناس اليوم أمانة في أعناق هؤلاء. وأنا سعيد جدا إذا كان أي واحد من سواء ابني أو الآخرين
يخدم هذا المجتمع. حقيقة فرحة أنه يخدم هذا المجتمع العراقي، مجتمع إسلامي. أوجههم الإخلاص في العمل، الإخلاص، يتعاملون بطيب بلطف مع المرضى، لأن حقيقة هو الدخول إلى الجنة ولا النار. من أجل عراق وبلاد.